ضوء أخضر أمريكي للشرعية اليمنية والسعودية بدحر جماعة الحوثي وتحرير المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك. لنشاهد التفاصيل. كشفت مصادر دبلوماسية يمنية اليوم عن أن الحكومة اليمنية المعترف بها ودول التحالف العربية الداعم للشرعية اليمنية تلقوا ضوء أخضر أمريكي لدحر جماعة الحوثيين من كافة المحافظات التي يسيطرون عليها خلال عيد الأضحى المبارك. وذكرت المصادر أن الأحداث المتسارعة والتقدمات الذي يحرزها الجيش اليمني في محافظة البيضاء يؤكد أن الأمريكان قرروا إخماد الحوثيين بعد رفع اسمهم من القائمة السوداء للجماعات الإرهابية، ورفض الجماعة الحوثية لخطة أمومية أمريكية بشأن إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن. وأشارت المصادر إلى أن الجيش اليمني سيستأنف المعارك في عدة جبهات بوقت واحد ويحرر عدة محافظات خلال عيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك بعد أيام من زيارة علاجية لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إلى أمريكا ولقاء قيادة عسكرية أمريكية بنائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، والذي تلاهما تصريح الخارجية الأمريكية بدعم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.